طيب عشان خبرنا الاخير منذ ايام، كل يوم كنا بنتكلم على تقارير صحفيه عن اكرام موريسيو ساري لليوفنتوس. موريسيو ساري اصبح رسميا مديرا فنيا ليوفنتوس حتى 2022. نادي يوفنتوس الايطالي اعلن عن تعيين ساري المدير الفني السابق لتشيلسي في منصب المدير الفني للفريق الابيض والاسود لمده 3 مواسم بدايه من الموسم المقبل ان شاء الله. نادي يوفنتوس قال في بيان رسمي ان ساري الذي فسخ عقده مع تشيلسي بعد سداد ما يقرب من 3 ملايين يورو قيمه فسخ التعاقد سيتولى تدريب يوفنتوس لموسمين حتى 2021 مع خيار التمديد لموسم ثالث بالدراجي بين الطرفين. كشفت تقارير صحفية أن ساري سيتقاضى في يوفنتوس 7 ملايين يورو سنويا، رقم ضخم جدا. ساري صفقة عظيمة جدا ليوفنتوس. صحيح جميل يوفنتوس عندها إيه، مش فرحة كاملة عشان كان في اسم تاني مطروح، في بيب جوارديولا. لو بيب جوارديولا اسمه كانش مطروح كان ساري ده بالنسبه لهم كان هيبقى اعظم خيار في الدنيا، لكن هم عشان جوارديولا كان موجود كانوا عايزين جوارديولا يبقى هو المدرب. هو موريسيو ساري رايح نادي يوفنتوس وهو في انتعاش، وان هو محقق لقب مع نادي تشيلسي اكيد الفوز بالدوري الاوروبي. صحيح. ولكن برضه موريسيو ساري كان الكل بيتكلم ان هو في سن ال 60 كان من اول القابه ان هو يفوز بهذا اللقب. هل موريسيو ساري تناسق مع قيمة نادي يوفنتوس؟ هل هيقدر ان هو يسيطر على كم النجوم؟ يعني عنده برضه تحدي. بصي هو كان رائع جدا مع نابولي في ايطاليا قبل ما يروح تشيلسي، لما راح تشيلسي نجح نجاح الى حد كبير معقول جدا مع في وجود مانشستر سيتي ووجود ليفربول ان هو يحقق المركز السادس بكل الامكانيات دول. فانا اعتقد ساري نجح مع تشيلسي مع اليوروبا ليج كمان، فساري نجح مع تشيلسي طبعا، نجح مع نابولي، عمل فرقه من نابولي مش طبيعيه. فانا اعتقد مع يوفنتوس ان شاء الله يعني هيعمل مرحله كويسه. شكلك في سنه يوفنتوس برضه في قلبك. هو كل يوفنتوس طبعا يعني ريال مدريد ويوفنتوس. طيب. بس يعني الحمد لله ما بنعانيش مع يوفنتوس زي ما بنعاني مع ريال مدريد. لا، يوفنتوس بيحلق في سماء الكالتشي وحيدا كده كل موسم.